متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. حين تكون كريستيانو رونالدو فهذا كاف لأن تكون محاطا بالمحبين من كل حدب وصوب، لكن ذلك لن يمنع أن تجد لك بعض الكارهين سواء من الجمهور أو حتى من نجوم كرة القدم. وبعد أن قدمنا لكم في فيديو سابق 9 نجوم يكرهون ليونيل ميسي، جاء الدور على غريمه البرتغالي والذي وقع هو الآخر ضحية لكراهية عدد من نجوم اللعبة داخل المستطيل الأخضر وخارجه. لذا استعدوا لكي نعرفكم في هذا الفيديو على 9 لاعبين يكرهون كريستيانو رونالدو، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. كوكي، أجواء ديربي مدريد دائما ما تكون أشبه بمعركة، وهذا ما تعكسه التدخلات العنيفة والمشادات بين اللاعبين في كل مباراة، إضافة إلى التصريحات المعادية ووقائع السب والشجار. وكان من أبرز هذه الوقائع تلك التي شهدتها مباراة الفريقين في الليغا عام 2016، وكان بطلها نجم الروخي بلانكوس كوكي، الذي أظهر آنذاك ما يحمله للبرتغالي رونالدو من كره عندما كان الأخير لاعبا لريال مدريد. فبعد احتكاك ثنائي في إحدى الكرات المشتركة تجاذبا أطراف الحديث، وظهر كوكي غاضبا بشدة قبل أن يقوم بتوجيه بعض العبارات المسيئة لرونالدو واتهمه بالشذوذ الجنسي. فرد رونالدو قائلا: قد أكون شاذا بالفعل لكنني أغنى منك. وكاد الأمر أن يتطور لأكثر من ذلك لولا تدخل المدافع الأوروغوياني دييغو غودين. فيكتور فالديز، عادة ما تشهد مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أحداثا مثيرة ولا تخلو من المناوشات والاحتكاكات بين اللاعبين. وبالحديث عن ذلك فالحارس الإسباني المعتزل كان جزءا أساسيا من تلك الأحداث، فدائما ما كان يتصدر المشهد خاصة إذا كان رونالدو طرفا في أي أزمة تحدث داخل المستطيل الأخضر، ولم يكن يتوانى أبدا في إظهار كرهه للبرتغالي. فتارة يقوم باستفزازه ببعض الحركات أو الكلمات، وتارة أخرى يسارع للاشتباك معه، مثل ما حدث في واقعة الدفع الشهيرة من رونالدو لغوارديولا، وعندما تدخل فالديز وأراد أن يضرب رونالدو لولا تدخل اللاعبين. وحتى في تصريحات فالديز الصحفية كان دائما ما ينتقد البرتغالي ويهاجمه بضراوة، حيث سبق وأن وصفه علنا بالمغرور المتعجرف. أرتورو فيدال، بالنسبة لي هو ليس موجود. بهذه الكلمات تحدث النجم التشيلي عن كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية عام 2017 قبل مواجهة المنتخب البرتغالي وتشيلي في كأس القارات، ويبدو أنها كانت انعكاساً لما يكنه لاعب وسط برشلونة من مشاعر غير طيبة للبرتغالي. يمكنك أن تلاحظ بسهولة أيضاً في تدخلات فيدال على رونالدو في أي مباراة تجمع كلا اللاعبين، كما لا يمكن أن نتجاهل ما فعله تشيلي عام 2018 عندما كان لاعباً لبايرن ميونخ، حيث استغل اقتراب موعد المواجهة بين الفريقين البافاري ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقام بنشر صورة في قسم ستوري على حسابه بإنستغرام تجمع نجوم الفريقين واصفاً المباراة بالحاسمة، لكنه قام بتغطية وجه البرتغالي رونالدو بشكل على هيئة قاذورات. داني ألفيس، إذا اجتمع النجم البرازيلي برونالدو داخل المستطيل الأخضر فبالتأكيد أنت أمام مواجهة من نوع خاص. فألفيس لم يخفي أبدا كرهه لابن ماديرا، سواء من خلال استفزازه أثناء مباريات الكلاسيكو أو تدخلاته العنيفة والمناوشات التي تجمعهما. وحتى بعد انتقاله لباريس سان جيرمان استغل فرصة مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال لمضايقة رونالدو، ولم يكتفي بذلك بل كان بطلا لواقعة شهيرة بغرض إهانة البرتغالي والاستهزاء به عندما مسح المخاط من أنفه في قميص رونالدو. أما خارج الملعب فلا يختلف الأمر كثيرا، حيث يتعمد البرازيلي التقليل من شأن رونالدو كلما سنحت له الفرصة، حيث سبق وأن اتهمه بالغرور وكان دائما ما يتجاهل مصافحته في حفلات الفيفا. وعندما فاز رونالدو بالكرة الذهبية عام 2014 قال البرازيلي: أعتقد أن اختيار الفائز أصبح لما يحدث خارج الملعب، إذا كان الاختيار داخل الملعب فإنه لا يوجد أي شخص ينافس ميسي، ولكن الجائزة أصبحت لصاحب الصدى الإعلامي وصاحب الحملة الأكبر على الفيفا، إنها جائزة لرجل سياسة وليست للاعب. وعندما حل البرتغالي ثانيا في جائزة الكرة الذهبية عام 2015 قال ألفيس: رونالدو لا يستحق التواجد في قائمة المرشحين الثلاثة. فرناندو توريس،
لم يتردد نجم أتلتيكو مدريد السابق هو الآخر في إظهار مشاعر الكره تجاه البرتغالي رونالدو، وذلك في مباراة جمعت ريال مدريد بالروخي بلانكوس في إياب نصف نهائي دور الأبطال عام 2017 أثناء تواجد كلا النجمين مع قطبي العاصمة الإسبانية. فقبل نهاية الشوط الأول بدقائق وأثناء توقف اللعب بعد احتساب مخالفة لصالح الميرينجي، التقطت الكاميرات التلفزيونية شجاراً لفظياً بين رونالدو وتوريس بدأ فيه الأخير في ذروة غضبه. وبحسب صحيفة ماركا فإن المهاجم الإسباني توجه لرونالدو بغضب وقال: ما هي مشكلتك؟ ووصفه بالمهرج قبل أن يدفعه في صدره، فرد رونالدو قائلاً: إلى بيتك يا سخيف. بعد ذلك جاء حكم المباراة للفصل بينهما، وعندما أدار رونالدو ظهره لتوريس قام الإسباني بسبه بلفظ بذيء. جيرارد بيكي: على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت النجم الإسباني برونالدو أثناء تواجدهما سويا مع مانشستر يونايتد، إلا أنهما تناسيا كل ذلك بمجرد انتقالهما إلى قطبي العاصمة الإسبانية، ويبدو أنهما تأثرا بالمنافسة الشرسة التي تشهدها مباريات الكلاسيكو. فبخلاف المعاناة التي يتكبدها بيكي في مواجهة رونالدو على أرضية الملعب، يبدو أنه غير معجب بشخصية البرتغالي، حيث سبق وأن وصفه بالمغرور وانتقده بشدة عندما وصف نفسه بالأفضل في التاريخ، كما أصبح لا يفوت أي فرصة للاستهزاء به. فمثلا عند تتويج برشلونة بأي لقب يخصص بيكي بعض الوقت للسخرية من رونالدو من خلال تقليد طريقة احتفاله بالأهداف مثل احتفال كالما كالما الشهير. ولا يمكن أن ننسى تصريحاته بعد مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم الأخيرة التي سجل فيها رونالدو 3 أهداف أحدهما من ركلة جزاء، شكك بيكي في صحتها حيث قال: كريستيانو يلقي بنفسه دائما، هو يعشق الغطسة وجميعنا نعلم ذلك، وفي كل مرة تأتي صافرات الحكم لصالحه. جوزيف بلاتر: قد يكون الأمر مقبولا وطبيعيا إذا وجد البرتغالي رونالدو نفسه ضحية لكره الجماهير أو بعض اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، لكن أن يمتد الأمر للجهات المسؤولة عن منظومة كرة القدم ككل فهو ما يبدو غير مألوف. وهنا نتحدث عن موقف بلاتر رئيس الفيفا السابق في عام 2013 عندما أهان نجم ريال مدريد السابق بتصريحات غريبة تحلى فيها بعدم الحيادية، حيث قال ساخرا: ميسي فتى جيد لذلك يحصد الجوائز، كل أب وأم يتمنون أن يكون طفلهم مثله، هو أيضا يسجل أهدافا رائعة بخلاف اللاعب الآخر، ويقصد رونالدو الذي يقضي وقتا طويلا في محل الحلاقة ويشبه رجال الكوماندوز. رونالدو فضل الصمت آنذاك ورد على طريقته الخاصة في أول مباراة شارك بها بعد إطلاق تلك التصريحات أمام إشبيليا، حيث سجل 3 أهداف وقام بتأدية التحية العسكرية ساخرا من تصريحات بلاتر. بيب غوارديولا: توتر الأجواء في مواجهات الكلاسيكو لم يقتصر فقط على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، لكنه امتد لأبعد من ذلك. وهنا يجب أن أذكركم بلقطة شهيرة حدثت في عام 2011 بين بيب غوارديولا وكريستيانو رونالدو خلال مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو. فبينما كان الميرينجي متأخرا في النتيجة، ركض رونالدو مسرعا للحصول على الكرة لتنفيذ رمية تماس، فقام غوارديولا بالتقاط الكرة وحاول إبعادها، فما كان من البرتغالي إلا أن دفعه في صدره بأسلوب مهين وغير لائق. ومن هنا تولدت بعض مشاعر الكراهية بين الثنائي، وتأكد ذلك في حفل الفيفا عام 2013 عندما مد رونالدو يده لمصافحة غوارديولا، لكن الأخير رفض مصافحته قبل أن ينظر إلى الجهة الأخرى. ويبدو أن تلك العلاقة السيئة ما زالت ممتدة، حيث أشارت عدة تقارير أن الإسباني رفض عرضا لتدريب يوفنتوس مؤخرا بسبب تواجد رونالدو في الفريق، ليس فقط بسبب توتر العلاقة بينهما، ولكن أيضا لأنه يرى أن رونالدو أناني ولن يخدم فلسفته. تشافي هيرنانديز: النجم الإسباني ليس من هواة الاحتكاك والأفعال الجانبية على أرضية الملعب، لكنه يتقن الحرب الكلامية، وكان يتفنن في التقليل من شأن رونالدو خلال فترة تواجد الثنائي في الليغا، وحتى بعد رحيله إلى السد القطري عام 2015 استمر في تصريحاته المعادية للبرتغال، حيث سبق وأن هاجمه في عام 2016 قائلا: مشكلة رونالدو الحقيقية هي وجود ميسي، والذي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في التاريخ، فهو يستطيع التأقلم مع مختلف طرق اللعب، أما رونالدو فهو غير مرن وقدرته محدودة على التأقلم مع الخطط المختلفة، هو ليس من اللاعبين الكبار. ولم يفوت رونالدو الفرصة للرد فقال: تشافي يلعب حاليا في قطر أو لا أعرف أين يلعب تحديدا، وكل من يريد أن تتصدر صورته الصفحات الأولى في وسائل الإعلام يتحدث عني، هو فاز بكل شيء لكنه لم يحصد الكرة الذهبية مثلي،
بعد ذلك لم تهدأ الأمور وخرج تشافي بعد فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 لدور أبطال أوروبا 2018، بتصريحات هجم فيها رونالدو بشدة ووصفه بالمحظوظ، مؤكدا أنه لم يفعل شيئا، فقط سجل هدفا من ركلة جزاء وآخر بالركبة عن طريق الحظ. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.